المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم كيكة سهلة جدا وسريعة، كيكة بالماء وببيضة واحدة فقط. نبدأ على بركة الله. في إناء أقوم بوضع حبة واحدة من البيض، ثم أضيف لها سكر فانيلا، وزن الكيس 7.5 غرام، وعلبة ياغورت بنكهة الفانيلا، وزن علبة 110 غرام. في نفس العلبة أقوم بقياس السكر، علبة واحدة من السكر، وكذلك علبة واحدة من الزيت، وعلبة واحدة من الماء الدافئ. ثم أضيف الدقيق تدريجيا، وكيسين من خميرة الحلوى أو بيكنج باودر، وزن كيس 8 غرام. هذا هو قوام الكيك. أخذت معي حوالي 200 غرام من الدقيق، والدقيق يبقى حسب الخليط. يمكن أن تأخذ من 200 غرام إلى 250 غرام من الدقيق. ثم أخذ مول، قمت بوضع ورق الطبخ وسط المول، أو يمكنكم دهنه بالزبدة أو بالزيت ورشه بالدقيق. الآن أقوم بإفراغ خليط الكيك. ثم أدخل الكيك إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة. هذا هو الشكل النهائي للكيكة. قمت بتزيينها بفلان كراميل، وكذلك بالبسكوي. يمكنكم استعمال أي نوع من البسكوي، والتزيين يبقى حسب الرغبة. أتمنى أن يعجبكم فيديو. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط، ولا تنسوا الضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، وزيارة صفحتنا على فيسبوك. ودمتم في رعاية الله.